السلام عليكم. السلام عليكم. الحاجه الاولى اليوم نشكر بزاف لاعبين اتحاد العاصمه والاداره تاع اتحاد العاصمه على النزاهه تاعهم اليوم وعلى احترام قواعد الرياضه. الحمد لله اليوم المباراه ما كانت سهله كونتر ايكيب اللي راهي تلعب على المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه والمرتبه الرابعه. دونك اليوم على بالنا باللي المهمه ما كانت صعيبه، ولكن اليوم اللاعبين تاعنا داو مباراه ربما من احسن المباريات اللي لعبناها اليوم في البطوله. اليوم وين قدرنا نسجلوا في الشوط الاول وكان عرفنا كيفاش نجيروا الشوط الثاني وعرفنا كيفاش نجيروا الضغط تاع اللاعبين اتحاد العاصمه في الشوط الثاني وين كان قدرنا نسجلوا الهدف الثاني. الحمد لله اليوم لا فيكتوار هذه اللي راح تخلينا كيما نقول لك نزيدوا، يبقى عندنا حظوظ كبيره بالبقاء ان شاء الله. نروحوا ماتش بار ماتش، مازال لنا دو ماتش صعب هنا في ملعب 20 اوت امام وفاق سطيف وشباب قسنطينه، دونك المهمه ماشي راح تكون سهله. ومن بعد ان شاء الله عندنا فينا ان شاء الله الاخرى ان شاء الله في البيض. دونك مادام كاين الامل حنا نلعبوا. واليوم الحاجه اللي فرحتني اليوم كاين لاعبين اللي عندهم مباراه كبيره وكيما نقولوا يستهلوا التفاته، كيما تجي تشوف بن عبدي، تجي تشوف كاين لاعبين ثاني كيما هارون كيما طوال، حتى لافونسون تاعنا حاجي ثاني كيما نقول لك ان شاء الله يواصلوا هكذا لما لا يكونوا في القائمه في مستقبلا القائمه تاع المنتخب الوطني. وهذه هي الحاجه اللي اليوم اللي تفرح النزاهه تاع فريق اتحاد العاصمه. الحمد لله اليوم نطلب من اللي شاف المباراه اليوم الحمد لله الفوز تاعنا كان مستحق اليوم امام عبد الرحمن. انتم بيناتكم اسمح لي برك كلاعبين كنت تتكلموا على البقاء والصعود، واش راكم تقولوا بيناتكم انتم كلاعبين بصراحه؟ سو كي تجي تشوف مادام كاين الامل الا بغات الامل 1% تقدر يولي هذاك الامل 100%. اليوم الفوز تاعنا كما يقول لك يخلينا نلعبوا الامل تاعنا 100%. اليوم كي تجي تشوف اليوم مولوديه وهران ولا مولوديه البيض اليوم راهم بعاد علينا بثلاث نقاط، حتى مولوديه وهران بعيد علينا بثلاث نقاط وعندها خرجه واعره للشباب القسنطينه، وحنايا عندنا نروسوفيو نزيدو نروسوفيو سطيف وشباب القسنطينه. دونك الامل موجود، حنا نلعبوا حتى الدقيقه الاخيره وكل شيء ممكن. دونك كي تجي تشوف كيما نقول لك كل شيء مكتوب مكاتب ربي سبحانه، حنا الحاجه اللي كتبها لنا ربي مرحبا بها، ولكن مادام كاين الامل حنا نلعبوا حتى الدقيقه الاخيره ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله.